رقم أعظم في بناء هذا الأرض اللي هو الإعلام يعني والدولة. وماذا أقول عن الذباب بعدما قلت عن الذباب كثيرا وما أكثر من قول يقال في القول عن الذباب أو لم يقال في هذا الاستوديو بصراحة، يعني ما أعرفش. أنا بتكلم عن انتهاء الإذاعة التلفزيون. أنا كنت أذكر وإحنا لسه عيال صغيرة في التلفزيون لو دبانة دخلت الاستوديو جريمة، جريمة عندما يكون هناك ذبابة في الاستوديو في أي قناة من القنوات التلفزيونية. وأنا أول ما اشتغلت في قناة محلية، جريمة. هنا الحقيقة إن أردت أن تحصل على مكافأة فعليك أن تجمع الذباب. يعني حاجة غريبة جدا، مش عارف ليه. يعني ده إحنا بنخرج إلى الدنيا كلها عبر الفضائية ويشاهدنا الكثير، فلا بد أن يكون هناك على الأقل يعني حفاظ على عدم وجود ذباب. ولكن ما علينا، ليست هي القضية، القضية أخطر وأهم.